ازيك يا شهد؟ بخير يا يوسف. مش كنا هنا اللي كان بينا خلاص؟ ايه بقى الحاجة المهمة اللي راجع تكلمني فين عشان؟ معرفش، بس حسيت للحظة ان انا وحيد، مفيش حد حواليا، مفيش حد بيسمعني زي ما انت كنت بتسمعيني. واضح ان اللي انت جاي تتكلم فيه ملوش اي علاقة باللي كان بيني وبينك. مش بالظبط يوسف، حاولت تفهم ان انا واحدة انت علقتها بيك وسبتها بحجة ان انت مش عارف تسيطر على مشاعرك وتايه والكلام الهبل ده. انا كل مرة بشوف فيها اسمك على التليفون بسجد لربنا بشكر ان انت لسه فاكرني. فكرة بقى ان انت تكلمني كل مرة تكون عندك فيها مشكلة دي بقت حاجة بايخة قوي. ما تتصورش اليوم اللي بشوفك فيه بيعدي عليا ازاي، واللي بعده واللي بعده. حرام عليك يا يوسف، يا تعرف انت عايز ايه؟ تسيبني في حالي بقى. شاهد، انا من اول يوم عرفتك فيه وانا كنت واضح معاكي وما وعدتكيش باي حاجه. بس قلت لي بحبك يا يوسف، وهي بحبك دي مش وعد يوسف؟ انا بقيت عامله زي العيل الصغير اللي كل يوم يروح يتفرج على اللعبه في الفاترين، لا هو معاه تمنها ولا عارف يشتريه، خايف يصحى في يومي يلاقي حد تاني اشتراها وبيلعب بيها غيره. طبعا عندك استعداد تسمعيني تاني يا يوسف؟ انت ايه، ما بتتعبش؟ انا همشي. الكلام يخصك انت يا شهد. عايز ايه تاني يا يوسف؟ انا بحبك، بس بوضع ده مش هقدر اوفر لك الامان ولا حتى وقت ما تحتاجيني هتلاقيني. انت ليه مصر تحسسني ان انت في خطر؟ صارحني وريحني عشان انت كمان ترتاح. يا ريت، يا ريت كان ينفع.